وهذه عود إلى قطاع النفط في العراق، حيث سنتحدث عن تداعي هذا القطاع في ظل الفشل الحكومي. لأجل ذلك انضم إلينا عبر سكايب من أوسلو الخبير الاقتصادي العراقي الدكتور سناء عبد القادر. دكتور سناء، مرحبا بكم. يعني بعد قرار حكومة السودان تخفيض إنتاج النفط 210 آلاف برميل يوميا بعد أن وصل إلى 4 ملايين برميل نفط يوميا، وذلك بناء على قرار منظمة أوبك بلس، ما مدى تأثير ذلك على واردات العراق المالية دكتور؟ طبعا هذا القرار هو اتخذ من قبل منظمة أوبك بلس، نعم، ويجب أن تلتزم به جميع الدول الأعضاء. من حيث تأثيره على الاقتصاد العراقي، أنا باعتقادي قليل. لماذا؟ لأنه نحن قد جنينا مداخيل كثيرة من بيع النفط في العام الماضي، ولحد الآن عندنا فائض. نعم. فلذلك سوف لا يؤثر، من حيث إذا قمنا بتنفيذ برامج اقتصادية تنبع من حاجة الاقتصاد الوطني العراقي بجميع قطاعاته. لذلك علينا أن نخطط بشكل جيد وأن نعمل لتقوية جميع قطاعات الاقتصاد الوطني العراقي. ولكن دكتور، هل من حق الدولة العضو في منظمة أوبك أن تعترض على مثل هكذا قرارات، خاصة العراق يعتمد كليا على وارداته من النفط الخام؟ هو من حيث الأساس ممكن، نعم، لكن طالما هذه الدولة هي عضو عليها أن تلتزم بقرارات منظمة أوبك بلس. ونحن نرى أنه كل الدول التي هي أعضاء في منظمة أوبك تلتزم بهذا القرار. طبعا ما هو السبب؟ نعم. السبب هو حتى عدم تدني أسعار النفط، نعم، في المستقبل. وأنا باعتقادي كما قلت أنه العراق جنى أرباح طائلة من بيع النفط العراقي، ونحن نعرف أنه اعتماد 95% من ميزانية العراق على واردات النفط. طيب دكتور، بعد هذا التخفيض 210 آلاف برميل يوميا، هل سيلحق الضرر على الاقتصاد العراقي؟ هل سيلمسه المواطن العراقي؟ أنا باعتقادي لو قمنا كما قلت بتطبيق جميع البرامج الاقتصادية، نعم، بشكل سليم سوف لا يتأثر، لأن لدينا مخزونا كبيرا من الأموال، وكما قلت سابقا لدينا بحدود 200 مليار يورو. نعم. لو قمنا باستثمارها بشكل جيد لا تمكننا من إنعاش الاقتصاد الوطني العراقي بجميع قطاعاته، لكن الفساد هو الذي ينخر العراق في الوقت الحاضر. طيب. نعم. دكتور سناء، بحسب معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى يقول بأن قطاع شحن النفط في العراق ما زال متخلفا ومتأخرا، ولكن في هذا السياق هل يمكن لدولة أن تعتمد على النفط كمورد رئيس لموازناتها أن تترك هذا القطاع متخلفا؟ لا طبعا. شوف، أنا باعتقادي يجب علينا أن نقوم بتنمية جميع قطاعات الاقتصاد الوطني العراقي. نعم. يعني استثمار مداخيل النفط التي نحصل عليها من بيع النفط باستثمار جيد يفيد جميع قطاعات الاقتصاد الوطني العراقي، لأنه هذه البرامج لو وضعت ولو نفذت ولم تقاوم من قبل الفاسدين بالعراق لن تعش الاقتصاد الوطني العراقي. نعم. دكتور سناء، يعني ما أهمية أن يمتلك العراق ناقلات نفط كبيرة وعملاقة؟ هل ستؤثر على صادراته دكتور؟ طبعا سوف تؤثر، لأن نحن كما نعرف في عام 1972 قام العراق بشراء 17 ناقلة نفط. نعم. والآن كذلك عند اتفاق أنه بشراء ناقلات غاز كذلك. العراق يمتلك أسطول نقل للنفط الخام ضخم جدا، ويؤثر على بيع النفط في العالم. نعم. دكتور سناء، رغم المليارات التي تدخل من واردات النفط، ولكن العراق يشكو من تردي البنى التحتية والخدمية، وأيضا يشكو من التدهور أصلا في قطاع النفط.
من المسؤول عن ذلك دكتور سناء؟ المسؤول عن ذلك طبعا كما قلت هو الفساد الموجود في داخل الدولة العراقية. لو تمكننا من القضاء على هذا الفساد لا انتعش الاقتصاد الوطني العراقي بشكل جيد جدا. ولذلك علينا أن نحارب الفساد بجميع أنواعه وأينما كان من خلال وضع برامج اقتصادية، لأنه نعرف أن هيكل الاقتصاد الوطني العراقي لو تمكننا من وضع هذه البرامج من أجل تنمية قطاع الاقتصاد الوطني العراقي بالقضاء على الفساد لا انتعش العراق والحمد لله. ولكن مع الأسف الفساد مستشري في جميع قطاعات الاقتصاد الوطني العراقي. نعم. عبر سكاب من أوسلو الخبير الاقتصادي العراقي الدكتور سناء عبد القادر، شكرا جزيلا لكم.